السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما انتم شايفين كده الحنفية بتاعتكم دي شنديا بايظة اهي ومكسورة، واحنا هنغير واحدة تاني. هتقفل المحبس، يعني هتقفل المحبس الزاوية ده. طبعا المقبض بتاعه مكسور الوصلة اللي مصرنا من الخزان. حلينا كده الوصلة من الصمرة بتاعت الحنفية. أنا بفضل إن الحنفيات دي تبقى بلاستيك عشان يبقى عمرها أطول، لأن طبعا الحنفيات النحاس تتصدي. الصمرة جامدة شوية عشان من زمان ما اتحلتش. جامدة ولا ايه؟ انا بقى فترة بس ما حبيتش. زي ما احنا شايفين كده اهو دي القديمة كسرت زي ما احنا شايفين. حل يلا الصامولة دي من تحت اهي. دي الجديدة اهي، حل الصامولة دي. الناس ياما بيعانوا من المشاكل دي في البيت. حاجة بسيطة خالص وسهلة ممكن تعملها بإيدك. هتحل الصامولة دي كده كاوتش اهي، متأكد إن في كاوتش هنا. الاتجاه بتاعها لو جبتها جنب كده هترد معاك وهتحوش، مش هتنزل وتطلع وتقفل. فانت ايه تغير اتجاهها كده وهتربط الصامولة اللي انا حليتها من تحت. لازم اوريك طبعا من بره تحت، بس طبعا المكان من تحت مش حاجة فيه. هحطها كده بايد اهي نكمل عليها الجلسه. نربط الوصلة، تأكد طبعا إن في هنا كاوتش اللي موجودة دي. نفتح
هل نحبس نحبسنا؟ احنا فتحنا المحبس بس المايه الموتور مش شغال، هنشغل الموتور.